تونس الخضراء المنتخب التونسي الملقب بنسور قرطاج يعني يشارك في هذه المجموعة، لكنها يعني هذه المجموعة الأصعب بالنسبة للمنتخبات العربية، يعني مع وجود منتخبين مثل بلجيكا الثالثة في التصنيف العالمي، منتخب الإنجليزي. هل هناك سيناريو لتأهل المنتخب التونسي شيء؟ يجب أن يقال أن مدرب نسور قرطاج نبيل معلول هو أكثر مدرب ذو خبرة بين بقية المدربين في هذه المجموعة. فاز بالدوري التونسي مع الترجي 2011 و2012 وكأس أمم إفريقيا، ولعب مع هانوفر، يعني هو أكثرهم خبرة من بين المدربين. هل توجد إمكانية؟ الكل يعول على المباراة الأولى، يعني المباراة الأولى تونس إذا فاز بها سيكون بالدفاع قوية ليستمر. هذا ما أردت على الحديث عنه رنين. المباريات، ترتيب المباريات مهم ومهم جدا. إذا ما كنا نتحدث عن بنما الضحية، فالمنافسة بين المنتخبات الثلاث، المباراة الأولى بلجيكا بنما، الثانية تونس إنجلترا. إذا بالنسبة للمنتخب التونسي، المباراة الأولى مع المنتخب الإنجليزي مهمة مهمة جدا، لربما للمنافسة على المركز الثاني بعد بلجيكا فيما يتعلق بهذا الشأن. التعادل في المباراة الأولى منتخب تونس، ولا ننسى الثانية سيأتي المباراة الثالثة مع يعني مع شهوة إلى الالتقاء. رأينا كيف استصعب منتخب إسبانيا الفوز على المنتخب التونسي، كذلك يعني التعادل مع المنتخب البرتغالي. أنا أريد أن أكمل من هنا. نحن رأينا تونس مع المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني كان بتشكيلته الكاملة فاز بصعوبة وفاز بنتيجة 1-0 وبصعوبة، والمنتخب الإنجليزي هو ليس أقوى من المنتخب الإسباني، فبالتالي مع البرتغال وتعادل مع البرتغال. صحيح أن البرتغال كان ينقصه رونالدو في المباراة، ولكن أنا باعتقادي أن لن يكون لقمة سهلة لأحد. لن يكون لقمة سهلة لأحد. أنا وخطأ.